بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن ثلاثة أصول وأدلتها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله نعزم لهم بس قصقا بغن كتاب başlayınız. O kitabın namı El-Usulü Thalâfe, yani üç asas ve onun delilleri. Nâ'm. قبل أن نبدأ في دراسة هذا المتن نسأل عن أسئلة خمسة. Bu kitabın okuştan altında biz beş sual sorayınız. السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ هذا المتن في التوحيد. لو قال لنا قائل: لماذا ندرس التوحيد؟ ها؟ لماذا؟ En birincisi biz tevhidini nimi için okuyunuz. لو قال لك قائل: لماذا ندرس التوحيد؟ اگر برس سنة توحيد نيمي اوچن اوكويسن بسا توحيد نيمي اوچن اوگنسا كتب ركاز الله لا نعم يقول امر الله دوزاخ كرمش لانه اعظم الاوامر واول الاوامر. نعم. چونكي بو بولسا الله تعالى نم ان برينشي امري بيرغي هم شنقلا بيروخلانم اچدكي ان چون بيروخ. نعم. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى اي عبادة الا بالتوحيد. هم شنو نقول الله تعالى إيش كان نقول عبادتنا توحيد سس قبول كل ما يدعو. ولا يدخل جنة إلا موحد. جنة كفقط لا توحيد كأمل قلقان كشلا كردو. وتكثير الحسنات وتكثير السيئات. هم شنو نقول توحيد صواب لنا كبيت دو وجناه لنا جيدو. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بتكل بيغمبر لا والله أنا أنت دري مش من قشطران. سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بيغمبر صلى الله عليه وسلم أن شفاعة جنايل بولشقة. Bu sebep ki buludu. Hatta la naqa fi şirk. Şirke düşmesliğimiz için. Naam. Thumma qad yes'alak sa'il. Yaqul lak hal anta muvahhid? Bazı bir adam soruş mümkün sen muvahhid mu? Yani tevhid ki emel kılam sen. Taqul naam ana muvahhid. Sen men muvahhid men. Yani tevhid ki emel kılman da bir cevap versen. Yaqul lak ma huwa tevhid? Bu sana tevhid diyen nimele bir soruydu. İza araftı tevhid. هذا معنى أنك موحد، ولكن إذا لم تعرف التوحيد يقول أنت كاذب في قولك أنك موحد. أجل سن توحيدنا نمي كلك نبلسن بنو من الناس سن حقيقة موحد كنسن، يعني سن توحيد كأمل قلوش كنسن. أجل توحيد نبلسن أم سن موحد ديجن سوزن دا يلغنش سن. ثم قد يسألك أيضا يقول: هل أنت مشرك؟ هم سن نبلس صورش ممكن سن مشرك مو سن. تقول: أعوذ بالله، أنا لست مشرك. سام الله عز سقطسون من مشرك الناس من ديسان. يقول لك: طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك وأنت تتبرأ من ما هو؟ وصلنا بيدو أمس قيس الشرك شرك دي نما يعني سام أدا جدا بولو عن شرك ونما. تقول: أنا لا أدري ما هو الشرك. أجل سام من بالما ما الشرك نمي كان لك ديسان. قد يقول لك: قد تكون واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري عنه. ممكن سام أشو الشرك تا تربات سام يعني أشو الشرك نقلبات سام لكن بالما يوات سام أنا. إذا لابد نتعلم التوحيد حتى نحقق التوحيد ونتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. شنو شن توحيد نبس توحيد كأمل قلشمز وشن يجنشمز كلك هم شن نقل الشرك نبس شركة شب قماص لغمز وشن يجنشمز كلك. الآن هذه رخصة القيادة، أي إنسان يريد يسوق السيارة الآن لابد له من رخصة قيادة. تعطى هذه الرخصة لمن يعرف الأشياء التي لابد أن يأتي بها والأشياء التي لا يمكن يأتي بها. كذلك التوحيد الآن لابد يعرف الأشياء التي لابد منها وهو التوحيد ولابد من اجتنابها وهو الشرك. نعم. حتى يكون موحد. هذا الشيخ ديدو مثلا ماشينن براواسي كيم كي بيلدو اگر ادم نيم قلش كيراكليغيني و نيم قلماسلق كيراكليغيني بلسا اشناق ادمگ ماشينن براواسي بيلدو شونغا اوخشاش لا توحيد مو توحيدتا ادم نيم قلش كيراك و نيم قلماسلق كيراك اشنو بلش كيراك ديدو. اذا هذا السؤال الاول: لماذا ندرس التوحيد؟ شنو أبو برينش سؤال نمي يجون بس توحيدنا وقيمس. السؤال الثاني: قد يقول لك هذا نعم لابد أن ندرس التوحيد، لماذا ندرس هذا الكتاب الأصول الثلاثة ثلاثة أصول لماذا؟ إشكينش سؤال بس برا أدم لديدو بابتو توحيدنا وقشمس كيرك لكن نمي يجون بس مشو كتابنا مؤين أينان مشو كتابنا وقشمس كيرك يعني الأصول الثلاثة اللي كتاب. نقول: لأننا طلاب، الطالب لابد في طلب العلم لابد يرجع إلى العلماء في الكتب التي يبدأ بها، العلم الذي يبدأ به ماذا يعني كيف يتدرج في طلب العلم. بس جواب قائد مسكي بس بوسط علم طلب كل طالب علم الله
Şunun üçün biz eğer bir nəsə oxumaqçı bolsaq, yəki qandaq oxumaqçı, qandaq oxuyumuz aşını bilməkçı bolsaq, alımlara qayıtışımız kerek. Və hədiyə məsələ, yəni, fi sual al-ulama al-rabbaniyin, yəni, hiyə bi-izni Allah təkun معينة على أن الإنسان يسير في الطريق، ولهذا بعض الناس ما يصل، يعني يتوقف أو يتعثر أو يصعب عليه بعض الأمور لأنه لم يرجع للعلماء الربانيين فيما يقدم ويأخر من طلب العلم. شنو تقول مشو مسألة نهاية مهم مسألة علماء قايتب علماء من صراش قنط أوكش مسكيرك يا كي قنط يقدش مسكيرك، لأن نروحنا كان عدم لا يا تور أوك ما يدو يا بومسا خطأ أوك قلدو أشنك ناس لك يبغوا شو ما علماء قايتش مسكيرك. نعم في العلماء رحمهم الله نصح الطلاب بأن يبدأ الطالب بالتوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد يبدأ بالأصول الثلاثة. شنو تقول علماء بزجي نصيحت قلب وسيات قلدكي أجر ده أدم أوك ما تجبوسا أن بنشي توحيد تنبش مايدو. كين توحيدنا أقمقش بوصا مشو كتاب يعني على أصول الثلاثة اللي ين كتابتم باشلايدو. هذا الأخ يريد أن يصبح طبيب أسنان مثلا. مثلا برسي تش دكتور بولمادي. إيش يصنع؟ نيم قلدو. يشتري بعض الأجهزة ويأخذ بعض الكتب يقرأها ثم يفتح مكان ويكتب طبيب أسنان. بعض الكتاب لاني سيت فيليب ياكي بعض الناس لاني سيت فيليب دكان يجيب بولدمان تش دكتور بولدم ده دمدو. لا لابد أن يرجع لأهل الاختصاص. أهل الاختصاص يوجهون لابد تدرس كذا تتعلم كذا 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 ثم بعد هذا يصبح طبيب. يا عندك بوميدو. عدم برينشي أشون أسنى بلجيش لقيا قايتدو. أشون أسنى بلجيش لقيا قايتب. ولا أنهم قايتدو. بنو أكويسان يا كي بنو أكويسان. أندا قسان بنا قسان. أنهم دن كين تشي دكتور بولا بيدو. نعم. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ عندك ثالث سؤال. ثالث أساس دقيني مس نيمه. الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر ما تسأل عنه في قبرك. 3 أساس دينمز قبر ده سورلدغان 3 سؤال. نعم. من ربك وما دينك ومن نبيك هذه الأصول الثلاثة. سينم پروردگارم ربن كيم دينن نيما هم شناقلا پیغمبرن كيم مشو بولسا الأصول الثلاثة يعني 3 أساس. نعم. السؤال الرابع يعني ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة ما الفائدة؟ 4 سؤال أجر أدم الأصول الثلاثة نقصا قندق فائدغا يرشاليدو قندق فائدغا إيجا بولوغيدو. نعم الثمرة التي نجنيها من دراستنا أن إذا تعلمنا ثم عملنا ثم دعونا ثم صبرنا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر هذه من أعظم الثمرات. بنا فلسي كم كي إيش أساسنا أقصى هم شنق ومن غا أمان قصى هم شنق ومن غا دعوت قصى وأقش يولا دا دعوت قلش يولا دا أمان قلش يولا دا صبر قصى الله من إذن الله قبر ديك سؤال الله جواب بيرنيدو. نعم السؤال الخامس والأخير يعني ما هو محتوى هذا المتن أو إذا أردنا أن نفهرس هذا المتن أو نقسم هذا المتن أو نعرف محتوى هذا المتن. باش إن شاء آخر سؤال عندي بو كتاب يعني الأصول الثلاثة ديال كتاب قيس الناس لأنه يسجك أول دور أجر بز مثلاً كتابنا مندرجي سنة قصقش بالمكتش بوصار. هذا المتن يحتوي على أقسام خمسة. بو كتاب باش قسمنا يسجك أول دور باش قسمنا. المسائل الأربع. برينش توت مسألة. المسائل الثلاثة إشكينش قسمي إيش مسألة لماذا ندرس التوحيد إشكينش قسمي نيمة إيش بس توحيدنا وقيمة زيان جواب شرح الأصول الثلاثة تودنش سي إيش أساس قا إيش أساسنا شرحي يعني شندرسي وخاتمة الكتاب باش نسي كتابنا خاتمة المسائل الأربع تود مسألة العلم والعمل والدعوة والصبر وبوصة إلم أمل دعوات هم صبر قلش هذه جمعت في سورة العصر مسألة الأربع بوتوت مسألة همس سورة العصر ده يعني أسر سورة ده جمل جدا القسم الثاني المسائل الثلاثة إيش كينش قسم إيش مسألة هي غير الأصول الثلاثة بو إيش مسألة دينمس إيش أساس تن باشقة بالناس يعني إيش أساس دين باشقة تقريبا هذه المسائل الثلاثة أنواع التوحيد بو إيش مسألة أجر مندق نمقلد سك بو توحيدنا إيش قسمه يعني توحيدنا قسم غيره القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد أهمية دراسة التوحيد وتعلم التوحيد وتعليم التوحيد كتابنا إيش بتشينش قسمه توحيدنا وقشنا أهميته يعني يمكن بس توحيد قيمس القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر كتابنا توتينش قسمه إيش أساسنا شرحي يعني شو ندرس شيء خاتمة الكتاب باشينش قسمه كتابنا خاتمة آخرة نعم يلا هذا أسألهم يعيدوا ماذا أخذنا الآن؟ يانا قايتا 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 دموا ديدو بس حاضر دين الناسني. بورش ما؟ أنا بسوا دموا. بورش. أخذنا. نعم أسئلة خمسة السؤال الأول
لماذا ندرس التوحيد؟ باش سؤال بريش سؤال نيمي وچون بستفيد وقيمس لماذا ندرس أصول الثلاثة؟ نيمي وچون أصول الثلاثة ديان كتابنا أينان وقيمس ما هي أصول الثلاثة باختصار؟ وش أساس ديان قسقشة نيمة؟ الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة وش أساس نقصة قناق بايدغا إيجاب ولليمس؟ محتوى هذا المتن كتاب بو كتاب نيمي وزيشيك آغان قلنا احتوى هذا المتن على المسائل الأربع بو كتاب بز ددوق تود مسألة يا تود مسألة نوزي شيء ألغان المسائل الثلاثة أنواع التوحيد أنا بكين إيش مسألة نوزي شيء ألغان أنواع التوحيد أنا بكين توحيد من قسم لري لماذا ندرس التوحيد القسم الثالث وشينش قسمة نيمو يشون بس توحيد وجنمس شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر ومن بكين أصول الثلاثة يعني إيش أساسنا شرحي سي شندر بشي ثم الخاتمة أنا بكين كتابنا خاتمة آخرة والله أعلم الله يخشى بالمشي دور